يا نقاش حاد. أكيد. نقاش حاد. ما أقدر أسمع بعد. لا لا، هذا هو اللي يتحمس. ألو. بدي أيوة. بدي أهديك هدية طبعاً. أوكي. بحق يعني بابا طلب مني أهديك إياها هدية منه. أبوك طلب بدي منك أهديك إنك سيارة تهديني؟ اللي هي جاكور. ها؟ إيش؟ حق متابعيني أنا كان اسمع أهل الأردن. دقيقة دي. أنا إيش؟ متابعيني على السناب شات. إيه؟ أنا إلي حساب على الأب لايف. أوكي. ما بعرف إذا بتعرفني ولا لا، أنا مثلي مثلك يعني، بس بتابعوني ناس عن الأب لايف والسناب شات. أوكي. وأنا كتير شفت أشياء لك على اليوتيوب، أوكي. فحبيت إني أدعمك بسيارة جاكور إذا كاتسبان أنت عيال. بتحب. طبعا هذا قرار رجالك. طبعا كمان من كاتسبان. مرة حبيت إني أطلع لايف. تقول تهديني سيارة حبيت أكثر من جاكوار. مرة أطلع لايف والله معك تقشعر بس من ما جدي. زبط. من جدك أنت؟ يس، بس حبيت أطلع معك أكثر من مرة على اللايف ما كان يزبط. ما ادري، ما اعرف شلون اتكلم، ما ادري شلون ارد. ابوك اللي طلب الشيء هذا؟ مو مشكلة، خذ راحتك. هلا باب عنده معرض سيارات عم بالأردن. نور العارض وهذا الليل دوار. انا انصدمت وانا الدخل. انا والله جسمي كله ما ادري ايش قاعد احس. انت شوف المناسب، انا راح اكتب لك رقمي بالخاص. ما ادري ايش تعطيني مثلا عنوان او شيء. انا انصدمت. باي. انا ما عندي مشكله. طيب ابوك ايش دراني اني احتاج سياره؟ نحن شفنا كل مره بتطلع فيها، بنشوف تصور على سناب شات. ما انا حكيت لك ان عندي متابعين على سناب شات شاهدوك. انا عن الاوب لايف، اذا ما بعرف اذا بتجي عندي. قسم بالله اني ما ادري وش اقول صراحه. طيب المشكله الخاص هنا باللاين لايف زحمه. ف وش افضل طريقه يا شباب تواصل؟ انستغرام. طاح طاح. ها انستغرام ممكن. انستغرام زحمه بعد عندي. سناب شات زحمه. اسمع حسابها ونتكلم عن حسابك الشخصي. لا عندي فكره. او لا تضيف واحد من العيال وتاخذ منهم، لانه ما راح يكون عندهم زحمه. شلون اعلمها حسابي؟ نعم. حسابهم علمها حساب مثلا كلهم بيضيفون. كلهم بيضيفون عبد الله سهل مثلا. سهل. ها قلها وش اسمك في الانستغرام؟ حلو بيرفكت. ايه. وش اسمك في الانستغرام؟ خليت كلمك هي دايركت وعزيز تعرف الاسم بالضبط. صح. وش اسمك في الانستغرام؟ خليني اسجل. انا اسمي قمر زياد ابو حرب. ها؟ سبلنج قمر زياد ابو حرب. ليش؟ عد الاضاءه. طيب قمر زياد سوي لي متابعه على الانستغرام، وانا الحين بسوي لك متابعه على الانستغرام عشان لما نكتب على البعض يوصل على طول. قل لها تعطيك سبيلينج عشان تاخذ. اي صح. وش السبيلينج؟ والله مدري انا، مدري ايش قاعد اسوي انا. والله اني مصدوم. ايش هو سبيلينج؟ الرقم البطاقه. لا لا لا، السبيلينج حق الانستغرام. اوكي كمار زياد ابو حرب. كي ام اي ار. لا اتوقع كي اي اي كي اي كي ام اي كي ام اي ار. يس. كمر زي بعدين ايش؟ اي اي دي. زي اي اي زي اي ايش بعدين؟ اي بي. لا دقيقة. اي صح. زي اي دي. حلو. ابو حرب. تمام. بعدها ابو حرب. اي بي يو اتش اي ار بي. هذا هو؟ كله واضح. هو هذا؟ يس. يعني كمر
شرطة تحت زياد شرطة تحت أبو حرب شرطة تحت خلاص هي شافتها قبل خلاص أوكي أوكي خلاص بتواصل معك و... أنا ما أدري صراحة ما أدري وش ما تطلع في حركة إني أجيب الحساب بقى وشو بوريك أنا ما أدري أدخل على الحساب إيه أدخل خلينا إيه صح أنت تواصل بس يعني إحنا بصراحة كنا حابين نجيب لك إياها لعندك كنا حابين عفوا إحنا كنا حابين نجيب لك إياها لعندك بس إحنا ما بنعرف الطريقة اللي نتواصل فيها معك فأكثر من مرة حبيت أطلع معك قست بس ما كان يزبط معي والله ما أعرف وش أقول أو وش أرد إلا أنه شكرا من أعماق قلبي ما أدري هو مفروض مني أقبل الهدية هذه ولا لا ما أدري بس عموما بنتواصل معك وشكرا لأبوك اشكري لي أبوك تكفين أوكي أوكي عفوا ولو يلا شكرا ولو أياك عفوا good luck you too شو سالفة يا ناظر عرقت انت عرقت انت ما قدرت هذا هو ما له دخل عرق ذا شوفوا شو دخل جاء اي اكتب نقطه قل انا اكتب انا ها ما ادري كيف يطلع الحلاقه اي والله صح دقيقه المهم خذ اليوزر نيم هذا اليوزر نيم طيب هلق اوكي لا 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 تطلع اوكي اكتب بس نقطه اوكي خلينا ندخل بستات ها والله ما ادري ايش صار قبل شوي بس والله واو في ناس زي كذا في ناس يحبوني لهالدرجة واو أنا أحبكم والله كلكم من 5000 شخص اللي موجودين الحين شكرا لكم بطلع ألو أهلا